بص قبل ما نبدا الفيديو انا هنتقد، انا هنتقد يا اسطى. ايه ده هنتقد فرقه كسبانه خمسه؟ لا ما انا مش عايز اقول لك، ما مش بالكتره في الماتشات الوديه. انت في الماتشات الوديه اهم حاجه تطمن على اللعيبه بتاعتك وتطمن على مستواهم البدني وتشوف الحمل البدني اللي خدوه في الماتش فرق معاهم ولا ما فرقش. يعني مثلا التمرين بيكون حمل خفيف، المباريات بتكون حمل متوسط، ده اللي متبع وده اللي معروف. فبالنسبه للماتشات الوديه، الماتشات الوديه بيكون اهم حاجه الاستفاده الفنيه منها. هل الماتشين الاهلي وسموحه وماتش الاهلي والجونه الاهلي استفاد بيهم فنيا برغم ال 4-0 وال 5-2؟ ما اعتقدش بصراحه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيك يا صديقي. انا وانت اشتقنا ان احنا نشوف الاهلي من زمان، وانا وانت اشتقنا للخناقات الحلوه بتاعت المحليات دي، بتاع اللي هو يلا اتغور ويلا روح شوف لك حاجه اتكلم معانا بعيد عن الاهلي والكلام ده. والله وحشتني يا صاحبي، وحشني الماتشات بتاع الاهلي، وحشني ريني فايلر بتاع ان احنا نلعب اتنين شمال جوه الملعب او نلعب اتنين يمين جوه الملعب. وحشتني قوي الشعبكه بتاع جونيور اجايل، هو احنا مش عارفين يا كابتن انت بتلعب جناح ولا بتلعب مهاجم تاني ولا نظامك في الملعب ايه. بس النهارده بصراحه ربنا البدايه كانت يعني لذيذه ولطيفه. انت بتلعب قدام الجونه، الجونه للامانه بتاعت ربنا بيدروا الفرقه عارفه تقف على رجليها، يعني الفرقه بدنيا مش بعيده قوي زي سموحه اللي كانت بعيده قوي قدام الزمالك وبعيده قوي قدام الاهلي. فكانت التجربه بدنيا نوعا ما كانت جيده، انما فنيا نوعا ما بالنسبه للاهلي لسه مشاكل الاهلي هي حتى والفرقه كانت بتكون في اقصى مستوياتها الفنيه واقصى مستوياتها البدنيه برضه لسه الزمالك هي. خد تعالى انا مش هسيبك والله. بص دي ال 4-2-3-1 اللي الاهلي بيلعب بيها في الاوقات العاديه. ال 4-2-3-1 بيكون عمرو السوليه وقدامه مجدي قفشه او وليد سليمان. ايه بقى اللي بيحصل لما وليد بيكون في الملعب؟ بتحصل مشكله كبيره جدا ان الايقاع بتاعك بيضيع شويتين. بتلاقي ان وليد سليمان بيزيد لقدام علشان خاطر يحاول ان هو يحرز هدف، لان وليد سليمان طبعا مش صانع العاب وعندوش نظره صانع الالعاب، ودي هو مش وجباته ومش هتطبقه عليها في ال 34 سنه. الدنيا هتكون صعبه جدا جدا، فبتضطر ان انت تعتمد على صانع العاب المتاخر اللي هو عمرو السوليه اللي مفترض ان هو لا بوكس تو بوكس عارف يعملها ولا صانع العاب يعني متاخر عارف يعملها. بص انا عارف ان عمرو السوليه ماتش حلو قدام ماتش سموحه، ده انا جيت اتفرج على ماتش النهارده عشان خاطر اشوف يا ترى عمرو السوليه هيغزل لي ويعمل ماتشين حلوين ورا بعض، ولا عمرو السوليه اللي انا عارفه هيرجع زي ما هو بتاع يديني ماتش حلو اول ماتش اللي بعديه يديهوني كانك يا ابو زيد ما غزيت وكانك عمرو السوليه ما انتش موجود في الملعب. فبتعتمد على الاثنين دول ان هم يعملوا لك الايقاع، وعمرو السوليه ووليد سليمان بيبقى فاشلين تماما فكره ان هم يفرضوا ايقاع جوه الملعب. ايقاعك بقى يعني ايه؟ يعني مثلا في صانع العاب عارف يطلع كوره يمين وشمال وعارف يستفيد من الاثنين الاطراف، بيجريهم بيعرف ان هو يلعب لهم كوره من رجل لرجل، ما بيسيبهمش ان هم ينزلوا ويستلموا من تحت، ما بيضيعش مجهود الفريق في حاجات مالهاش لازمه. وايه مثلا عمرو السوليه اللي هو مفترض ان هو بيزيد قدام علشان خاطر يعمل واجبات هجوميه علشان خاطر يغطيه اليو ديانج، بس الكلام ده عندنا احنا عمرو السوليه بيدوا لنا ماتش و10 لا، فاحنا هنفترى عن الله مش عايزينك تدينا الكلام ده في ماتش ود، خصوصا يعني انت لسه بتجيب مستواك البدني القديم اللي هو برده كان زي الزفت بالمناسبه، بس اديك بتحاول تعمل اللي عليك. اما بصراحه الحته بتاع جونيور اجاي ورمضان صبحي فدي محتاجه عبقري يعني، بس حاجه بالنسبه للنيفال انا ما اتفاجئش يعني، هو كان ساعات بيلعب جيرالدو وحسين الشحات مع بعض، وبالمناسبه هم الاثنين ما بيعرفوش يلعبوا غير ناحيه اليمين، بس ده عادي وكان لذيذ لان وليد سليمان سهل لك الموضوع ان هو جاب جون في اول دقيقه. بصراحه ربنا انا مستغرب ازاي الجونه بينافسها على المراكز الاخيره مع خط الدفاع اللي موجود سواء لؤي وائل او محمد نجيب، الاثنين عندهم فضايح وعندهم مشاكل كتيره قوي. فانا مستغرب للامانه بتاعت ربنا هي ازاي الناس دي لسه بتحاول ان هي تكون في فرق بينها وبين اللي هيهبطوا 6 أو 5 نقط. يعني يا جماعه الجونه مكانه نفس على طول بخط الدفاع ده حرام والله. عندك نص ملعب محترم، عندك خط هجوم محترم، بس عندك دفاع يوديك في الدرجه الثانيه وانت مغمض عينك. فقدرنا ان احنا نجيب جون بقى، يلا بقى. لا لسه الحشكله زي ما هي على الاطراف، وليه رمضان تايه ناحيه اليمين، اجاي كالعاده لما بيلعب ناحيه الشمال او بيلعب ناحيه اليمين او بيلعب في اي حته غير مهاجم صريح بيكون تايه. فاجاي ورمضان ما كانوش لهم اي وجود جوه الملعب مهما حاولت تجمل ومهما حاولت تقول. طلعت الشوط الاول 2-0 وربنا كرمك، والشوط الثاني بداته باصابه ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم بصراحه يعني هي في لغز في الاهلي اللي هو لاعب يديك ماتش حلو قوي تلاقيه بعد كده اتعور. في ايه يا عم الحاج؟ ما ياسر ده قعد شهرين ثلاثه على الدكه ما كانش بيشتكي من اي حاجه، لما نزل يلعب منه ماتشين حلوين بقى في مشاكل. الشوط الثاني بقى مع التغييرات شفنا ان الاهلي ضاع، يعني برغم ان احنا بدانا الشوط الثاني بوليد سليمان على الدكه وما كانوا قفشه يعني عدلناها بقى. لا ما صعب ان احنا نعدلها مره واحده كده، لا احنا رحنا بقى مغيرين تغييرات ال 10 تغييرات دول اللي يلا يا جماعه انزلوا الملعب. اول ما نزلوا كلهم الملعب انتوا ما تفهمش احنا بنلعب 4-1-4-1 ولا بنلعب 4-2-3-1 ولا بنلعب 4-4-2 ولا بنلعب ايه بالظبط. هي هتحس ان في حاجه غلط، يعني في حاجه غلط. انت حاطط الشيخ على ناحيه اليمين، حاطط جيرالدو وكهربا الميل على ناحيه الشمال، فانت حطيت 2 في 1 فبقى في واجبات ضايعه. لقيت ان عربي بدر مش عارف يشيل نص الملعب لوحده لان محمد مجدي قفشه ما بيعرفش يعمل دور دفاعي مهما عملت ومهما سويت ما بيعرفش يعمل دور دفاعي. طب هي مشيت 5 ازاي يا عم الفقير طالما هم كانوا زي الشوط الثاني؟ اقول لك والله عادي، ما هو جونا لا نفسه في دقيقتين جاب جون.
والله يعني الجونه بعد ما ضربه الجزاء السخيفه اللي خدها بقله خبره محمد شكري اللي ممكن يكون ممتاز جدا، عمل ماتش ممتاز قدام سموحه، بس المشكله كلها في الهدف الثاني. يعني كابتن علي لطفي مفترض ان هو حارس كبير، مفترض ان هو بيزعق وبيعرف طوب الارض اللي في ال 18 ان هو طلع ياخد، انما احمد فتحي ما يبقاش حاسس بيك ان انت وراه، فدي معناها ان في مشكله يا معلم. بس عادي مش متفاجئ من علي لطفي حاجه، لان انا عارف ان ده مستوى علي لطفي، مفيش اي مشكله خالص. يعني سيب علي لطفي يعمل اللي هو عايزه، بس احنا جبنا الهدف ازاي؟ بص، هو اليو باجي مروان محسن لازم يتظلموا في عدم وجود صانع العاب كفء تحتيهم، حتى وجود محمد مجدي قفشه الشوط الثاني ما حسيناش بقفشه غير الباص اللي هو عمله لاليو باجي في نهايه المباراه، اللي هو يا ابني انت مش صانع العاب، لا ما انا جبت ضربه جزاء وبعد كده جبت جون ثاني، انت عايز مني ايه؟ بس انت دورك انك تصنع الالعاب يا عم، انا جايب لك جونين يا عم، ده ماتش ودي، ده ماتش احنا بنحاول نرجع ايقاع الفرقه اللي كان ضايع قبل اربع شهور، التوقف والكلام ده احنا حاولنا نرجع الايقاع، لا والله لا كان ما ظبطش، والفرقه كانت منيله ب 60 نيله وعمال تباصي واللعيبه ما فيش باص من رجل لرجل، ما فيش حاجات كتير قوي صح بتحصل. مفترض ان احنا بنلعب باثنين بيجيدوا الكرات العاليه والكرات الهوائيه، لعبنا كام عرضيه؟ ما لعبناش اي حاجه. طيب يبقى انت عايز تقول ان تجربه ناجحه لمجرد بس انك كسبان خمسه؟ يا ابني ده ماتشات بتاع بريسيز. طب هل السؤال الاهلي استفاد فعلا من الماتشين اللي لعبهم مدين دول؟ هو مفترض ان الاهلي يعملوا ماتشين ثلاثه قبل ما نلعب قدام ام بي. مفترض ان احنا نعمل ماتشين ثلاثه، ما الزمالك هيلعب بكره عادي ماتش ودي تاني قدام طلائع الجيش عادي يا معلم، الفرقه كلها فاضيه وكله بيحاول ان هو يرجع البدن اللعيبه بتاعته، فكله مستعد ان هو يعمل معاك ماتشات، بس احنا عايزين نفهم هنتدرج بالاحمال ازاي وكل الفرق راجعه مفخده والدنيا بالنسبه لها صعبه. فالله في عون ايه فايلر الامانه، انا ما عنديش اي مشكله مع الراجل، وخصوصا مع التصريح العبقري اللي قاله امبارح ان اللعيب المصري مش من اللعيبه اللي هو بيعرف يجري من غير كوره، ودي بصراحه حاجه تحترم جدا. وانا عايز اقول لك حاجه يا مستر رينيه، طيب ما هو اللعيب المصري بره ما بيعرفش ان هو يكون مرن تكتيكيا وتحطه في اي مكان، تلاقيه سادد. اللعيب المصري لعيب ديناميكي ولعيب ممل بطريقه غريبه، يعني اللي بيلعب باك او بيلعب هاف في حته ما ينفعش انك تقول له خش نص الملعب هتعمل واجباته وهتظبط معاك، مش كل لعيبه تنفع شكر، ومش كل لعيبه احمد فتحي لا مؤاخذه، فدي اللي انا عايزه، يعني مش كل لعيبه ينفع ان انت تحط اثنين يمين وتحط على الشمال واحد يمين والاثنين يركبوا، فده ما ينفعش تماما يا مستر رينيه. ربنا يوفقك وعامل نتائج كويسه وعامل اهداف كتيره بتخش، بس مع الاسف انا بشوف ان يا جماعه الاهلي ناقصه ايقاع، والاهلي ناقصه كره جميله، وناقصه اداء، يعني الاهلي بيطلع بنتيجه بس ما فيش اداء. وسامحني انا من الناس الكلاسيكيه جدا اللي بحب ان انا اشوف الاهلي كسبان وعامل اداء كويس، انما ما ينفعش ان انا اشوف الاهلي كسبان وعامل اداء مش كويس واطلع اطبل للفريق واقول دول عملوا ودول سووا، انا احس ان انا كذاب وبنافقك علشان خاطر اخد منك لايك او تعمل لي سبسكرايب، وده مش مهم بالنسبه لي لان اتنزلت في البدايه مش هعرف المها من اولها كده، فنتنزل ليه بقى يا صديقي؟ بص بقى يا معلم، مش تخسر حاجه لو عملت لايك عملت سبسكرايب. وبالمناسبه الزمالك برده ناحيه ثانيه نفس الكلام، بيحاولوا ان هم يرجعوا الايقاع وبيحاولوا يبدعوا ويبداوا من اول وجديد، وثلاث اشواط دي اللي عملها الماتش اللي فات الوديه كانت فكره عبقريه بصراحه، ان انت تحاول ترجع على قد ما تقدر، بس كله بيحاول يا معلم في عالم الرياضه الغريب اللي احنا مش فاهمينه، عالم التواريخ اللي هتلاقيها مضغوطه في دوري ما ينفعش انك تلعب فيه كل مباراه ثلاث ايام. نورتني والله، انا عارف ان الفيديو ممكن يكون مطول وبهوى مني، بس شكرا جزيلا انك كملته، وشكرا جزيلا لو انت اختلفت معايا باحترام، انما لو اختلفت بشتيمه فالله كريم. Gracias.